هلا والله شباب، يعطيكم العافيه. معكم عبد العزيز، رجعت لكم بالحلقه السابعه من لعبه مارفل افنجرز. واللي تقول ما نبدا اضغط زر لايك وسبسكرايب. والله يعطيكم العافيه على دعمكم بالحلقات الماضيه. انا صراحه لايكاتكم وتعليقاتكم صراحه جدا جميله، فوالله من كل قلبي شكرا لكم. اتمنى تصلون دعمكم وخلونا نكمل باللعبه الجميله جدا دي. بسم الله. اوكي خلونا نكمل. احنا من الحلقه الماضيه بالمهمه دي، فالمهمة دي القسم الأول منها لعبنا بايرون مان، وبايرون القسم الثاني راح نلعبه كميلة وذهولك، فأعتقد حكل علينا نلاقي زي الأدوية أظن شيء زي كذا. فأخذوا دي حروح لهنا. مهلا، ما هذا الرمز؟ نروح من هنا. أوه في عندنا بعض الأليين هنا، بس لكن ببغى أتجنبهم صراحة. أنا أعرف كيف بروح سيدة خاصة مكان نبغاه. أنا ببغى أقعد أواجههم صراحة، راح أطول عشان داري اللعبة مصيرها. نعم يعني خان. إلا راح تقول يعني واجه بعض الأعداء. هل أنا يعني إلزامي، فأبغى أوفر القوة حقتي يعني وقت الضرورة الحين. يبدو أن دكتور بانر يعاني من رحيل الكابتن يا آنسة خان، وواضح من مذكراته أنه عاد إلى كايميرا لحل وفهم أحداث إيدي، ولكنه أصبح محبطا بعد محاولاته الفاشلة المتكررة. من هنا. بروس يشعر بالذنب. يبدو أن جميعهم هكذا يا آنسة خان. هذا حنطلع من هنا. اوكي والله ممكن لسه نبغى بعيد. بدنا نجيب النقزة ذي. والله بنقز شو. اوه والله جبتها. بروح هنا شو. اللعنة، لقد حرقوا النواة. إنهم يحاولون تدمير أكبر عدد ممكن. علينا إذن الإسراع. لقد أضفت موقع نواة أخرى لشاشتك. تم تحديد الأهداف. إنه هالك، نحتاج إلى الدعم هنا. لا يعجبني هؤلاء الأشخاص. ليسوا آليين العاديين. بديهم كذا. أنسة الجدد. أظنهم جزء من مجموعة يطلقون على أنفسهم لقب واتش دوغ، منظمة متطرفة ضد الأبطال الخارقين. رائع، يبدو أنهم يعملون لصالح إيمي الآن. هيا هيا، خلنا خلنا نجي قرب كده. فين فين الاستعداد. ديه ديه في اللي بعده. والله صراحة زي ما أقول لكم تراهم جبدين. اللي بعده ادي ذا كذا. اوه بس كم واحد كمان هنا. ايش الشيء ذا؟ بس والله جل جلال. اوه تب تبهي. انا بخير. والله صراحه شوف البنت هذه ما توقعت قويه زي كذا. في اسمها كميلة دي، بس والله ما شاء الله تراهم مرة جامدة. اوه خلف خلف نفسي. يا ساتر لسه في كمان هنا. بدي كذا. بدي هو قريب يموت. الحمد لله. خلص بينه الاخير. الاخير والله لسه دفعة جديدة. يا عيني عليك. رجع لهنا. وخ يا ساتر ربي قاعد بفجاه. خل خل دي كذا. قاعد على كهرباء دي. طبقنا ذا بس. خلاص هذا كذا الاخير. قمنا بتمشيط كل بقعة من هذه الصحراء، لكن هذا لن يكفي. هل أنا وحيدة؟ ماذا؟ أين بقية الإنهيومن؟ لماذا لا يقاومون؟ أنا لا أعرف.
رأيت رموز المقاومة وسمعت إشاعات عن تمرد، لكن لم يظهر شيء قط. لا أشعر بالتعب أبداً، أشعر بالحيوية أكثر من أي وقت. ماذا إن كنت مخطئة؟ أعرف هذا الشعور. هذه القوة جزء منا، وما أعرف هو هل أفضل للمرء أن يؤمن بقدراته؟ أو شيئا كهذا؟ هذا ما كان يقوله والدي. إذن هو رجل ذكي. بل الأفضل. علينا العودة إلى الكاميرا. حسنا. في أماكنكم. حقك يا رجل. فتاة ورجل عجوز. رجل عجوز. حسنا، دكتور بيم سيقابلكما. دك ها هانك بيم. ماذا تفعل هنا؟ لدي السؤال نفسه. تسرني رؤيتك يا رجل. تسرني رؤيتك. كمالا، هذا هو دكتور هانك بين. أنت من؟ هذه فترة مضت في حياتي، اتبعاني. حسنا، هذه هي الإشارة الحرارية التي نبحث عنها. عملنا على انتشال الأسلحة والروبوتات وتقنيات إيم وما يعزز دفاعاتنا. يمكنك إمدادنا ببعض من أنوية المحفز هذه؟ أتعلم؟ لدينا حوامة الهليكارير وتحتاج إصلاحات. بإمكاننا إجراء بعض الترتيبات. شكرا جزيلا. ما هذا المكان؟ نطلق عليه آنت هيل. أوه، ليست فكرتي، أظنها لأحد المخترقين لدينا، تايني دانسر. مستحيل. إذن إنهم جميعا إنهيومنز. أجل، العديد كانوا سجناء في منشأة إيم. قوموا بالفعل في نهاية المطاف. خذ راحتكما، سنتناقش في الكثير. هذا المكان أغرب مما تخيل. اوكي، يقول استكشف اللي هو المكان ذا. اوه، اهلا يا صديقة بانر، لديك دقيقة؟ انت رجل البوابة. اجل، هذا انا ثيو، رجل البوابة في خدمتك. انا كمالا، قدراتك رائعة. شكرا، ولكن عليك التحدث الى سارة، انها في الامام بجانب شاشة المراقبة الكبيرة وتود مقابلتك. اوكي، انا خلاص هروح اكلم اللي هي سارة. مرحبا. هذا هي. مرحبا، أحتاج إلى أنت صديقة بيم التي تتجول في الصحراء، هل أرسلتك إيم إلى هنا لتتجسسي علينا؟ ماذا؟ ليه؟ أمزح معك، لدي كاميرات في بعض الآليين الذين قضيت عليهم في الصحراء، كانت مشاهدتك تسحقين الواتش دوغز ممتعة. شكرا. أنا سارة غارزا، والشائعات حولك قوية. شائعات جيدة؟ أجل، بالتأكيد، نريدك في فريقنا، هناك العديد من المهام التي يجب إنجازها إذا كان لديك الوقت. مرحبا، أحتاج إلى مساعدتك. أوكي، هذا إيش عنده؟ هذه أعتقد المهام اليومية زي اللي شفناها، أعتقد متذكر الحلقة الماضية، أعتقد جبنا زي كذا مهام يومية اللي هو أيرون مان، فما أدري، ممكن هذه المهام اليومية الخاصة بكميلة، صراحة ماني متأكد.
خلينا نشوف كذا. حقا انت الافضل. اعتقد بس هذا كل علي اللي نسويه. اخبرني متى تنتهي. اتفقنا. شكرا. فما ادري ممكن المهمات هذه اضفتها عندي، عارفين يصير اي وقت ابغى اسويها، يعني تقريبا زي المهمات الجانبيه، يعني لسه في 20 يوم لما تروح، يعني عارفين كيف تتجدد المهمات يعني ما بين كل فتره وفتره. بس زي ما اقول لكم صراحه انا ما راح اركز على هذا الحين. هل تفقدت الصندوق خلفك؟ حصلت على شحنه جديده رائعه ولم استكشفها بعد. بكل سرور. فين الصندوق تقول عليه؟ ادري في شيء هنا. حسنا اليك ما قول. اجمع الموارد من الصندوق خلينا نشوف. لا اعلم ما هذا، ولكن ساره ستكون مسروره بشانه. خلينا نشوف ساره ايش راح تصير في الاشياء ذي. والله صراحه انا لنفسي فيه انه زي جديد نحصل عليه اللي هي لا كميله. لا بأس، تسعدني المساعده. هل اخبرك سرا؟ الروبوتات هنا كلها تجارب مشاريع بيم. لدينا مارك 1 يتجول عند مخزن العتاد بجانب الدرج، يجب ان تريه. لن كيف فين ده؟ على ذلك راح نكلمه. هذا يشتري الأشياء. إن شاء الله بدنا نشتري خشب. تحياتي أيها العميل الجديد، هل تطلب خدماتي؟ آسفة، أعتذر عن تحديقي، أعتذر عن ذلك. لا يهمني اتجاه بصرك. تم حذف كل أثر من ماضية لأغراض أمنية. أوه، هذا محزن. تعتبرها برمجتي غير فعالة ليتم إلحاقها بمثل هذه الزوائد. أشعر بالسعادة عبر المعاملات المشتركة فقط. إذن كلما زادت مشترياتي زادت سعادتك؟ صحيح، برمجتي محدودة بقبول طلباتك. نشوف شو عنده. ما أظن بدنا نشتري شيء، يعني الشيء اللي معانا ما هي مرة كثيرة شايفين. فخلاص خلاص خلينا نسيبه. والله هنا بدنا نشتري بس ماني متأكد الشيء ذي حقته. والله صراحة ما أبغى أتفلسف أشتري شيء من دحين، عارفين كيف؟ ما نعرف شو بالضبط. يعني صراحة لساتي يعني قاعد أتعلم اللعبة، عارفين اللعبة ما شاء الله فيها أشياء مرة كثير ترى، وأكثر من واحد بدك تشتري منه مهمات جانبية مرة كثير. فخلوني بس أحب البداية أركز على المهمات الرئيسية، بعدين أشوف الأشياء الجانبية ذي ممكن بعد ما أختم اللعبة. هل يتصرف كل البشر مثلك؟ مهلا، لا تفزعي، ولكن دكتور ماديتشو ترغب في رؤيتك في مكتبها. ماذا؟ أنا دكتور ماديتشو، اذهبي الى المختبر وسأعطيك بعض الاغراض. ايها الافنجر. خلينا بس اخذ الصندوق ذا، كيف اشياء طيبه. حلو، بس اخذنا الاشياء ذي. دحين خلونا نشوف. اعتقد في واحده لازم نكلمها، الدكتوره ذي. تبدو شخصا يريد. يا الهي، انظري الى حالك، تغمرني السعاده. انا مادي، عبقريه الاحياء. لا تخبري بيم أنني قلت ذلك، أو بانر. سرك في أمان معي، لقد دعوتني إلى مكتبك؟ أجل، على الرغم من أنني لست نصف بشرية، ولكنني متعهدة التزويد بالبضائع والعتاد والمعدات. إذا احتجت شيئاً ليجعلك أسرع أو أقوى أو أكثر مرونة، فأنا من سيساعدك. ما الفائدة التي تعود عليك؟ أن أكون أذكى من الجميع. احضري لي المواد الضرورية وسأصنع لك عتاداً قادراً على سحق إيم. لدي نماذج أولية بالفعل، ألقي نظرة. خلينا نشوف حتى هذا بين في عندها أشياء. تبدو شخصاً يريد التحدث إلي. بدنا نشتريها. بس يعني كلهم تقريباً مطلوب منك من الموارد ذي، عارفين اللي لقيها بالصناديق، يعني طلعت هذه صراحة جداً مهمة. عارفين كيف؟ يعني الأشياء ذي لو ناخذها ترى مرة تخلينا أقوى. سكن زي ما اقول لكم ان شاء الله قدام الحين، يعني مره مهمه ومتحمسه. هل يمكنني مساعدتك في اي من هذا؟ ليس الان، ولكن يمكنك مساعده بين في شيء ما. تفقدي طاوله الحرب، سيخبرك بالتفاصيل. ساذهب الى طاوله الحرب اذا. فين طاوله الحرب؟ بس خلينا نشوف الصندوق ذا. انت تبلين بلاء حسن. جوله مميزه متاحه. اعتقد ان الوقت قد حان لترى اين قدراتي الحقيقيه. وين عندها بعض المهمات الجانبيه لو نبغى نلعبها؟ اؤمن انك تستطيعين تحقيق. ما راح العبها صراحه، كلما تعزمين على فعله يا سيده خان. المهمات الرئيسيه بشكل اكبر. خش علي. والله مره طيب اخذناها. خلي بس اشوف كمان على السريع، خلينا نشوف ال يعني في اشياء كثيره يعني صارت عندها دحين. هنا بدنا نحط شيء. لا 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 خلينا نشوف هنا. اوكي
اوكي خلنا نشيل الاشياء ذي. خلنا نشوف اذا هنا في شيء اقوى. الدرع ذا اقوى اظنه اقوى. لا 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 مره مو اقوى. خلنا نشوف هنا والله ذي الشارة ما ادري راح تفيدنا بايش بس شايفين كيف قوت كل شيء. مهارات ما عندي خلاص اجل. خذ حروح للطاوله حقت المهمات. كيف نبدا اللي هي بدا المهمه التاليه. خلنا نروح خلنا نشوف المهمه الجديده اللي عندنا. اوكي هي ذي المهمه وهي ذي. كم مهمه عندنا؟ لا هذه كلها مهمات جانبيه. لا 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 اكيد ما راح العبها. عشان ما ادري صراحه هو دائما المهمه اللي يكون عليها حرف الرمز ذا حق الافنجرز هي يعني المهمه الرئيسيه. فما ادري ممكن واحده من المهمات دي. ايوه هذه هي ان شاء الله المهمه دي راح نقدر عليها. حسنا الآن وبما أنه لدينا بعض القوة في جانبنا أظن أنه عليه مهاجمة أحد مختبرات تجارب إيم. نعلم أنهم يجرون تجارب على الإنهيومن في المجتمعات الريفية الصغيرة. أرغب لو أصبحت أبحاثهم التي يجمعونها أيا كانت بين يدي. تبدو خطط جيدة. لقد هاجمنا أحد مختبراتهم الكبيرة في غرب شمال المحيط الهادئ. أجل تقريبا. شكرا. لم نحصل على كثير من المعلومات لكن ربما الآن يمكننا معرفة المزيد. اوكي خلينا نشوف المهمه ذي متى نختار يعني اعتقد مين نلعب فيه. والله صراحه ماني متاكد. خلينا نختار هولك صراحه لان اكثر من حلقه ما لعبنا فيه. وضحكوا متى نختار شو اسمه متى نختار طلب رفيق عارفين يجي معانا بالمهمه يساعدنا. راح نختار اللي هو الرجل الحديدي. نختار كمان يا سلام خلاص يو كلهم معايا فين كيف التيم كله يعني كنا سوا. خلاص ان شاء الله راح نقدر على المهمة دي. خلاص تشغيل المهمة ان شاء الله راح نقدر عليها. تنشئ ايم مقرات في المدن الصغيرة الريفية في الغرب. نشتبه في استخدامهم اياها كمختبرات تجارب ويأسرون الانهيومنز لإجراء التجارب عليهم. لا اصدق ان كل هذا يحدث امام اعين الحكومة. لديهم سلطة كبيرة في واشنطن وعلاقات اقتصادية مع كل منظمة كبيرة. أمضت إيم 5 سنوات في تقوية موقفها. لن يكون التخلص منها سهلا. علينا البدء بطريقة من مكان ما إذن. يتحتم علينا القيام بالصواب. تتحدثين كفرد آخر من الأفينجرز كنت أعرفه. أهلا إلى فينتور ريج وايومينغ. كانت هذه أحد مواقع إيم المهمة لحبس الإنهيومن قبل بناء السجن. بعد انتقالهم تم إخلاء العديد من القاطنين. ستواجهون دوريات إيم بشكل عام أثناء شق طريقكم. حذاري من دوريات إيم. لن يعجبهم وجودكم. إن حالفنا الحظ سنتمكن من الحصول على بعض المعلومات التي تكشف عما كان يفعلونه بقومك. لقد حددت المنشأة على شاشة التحكم. توخوا الحذر من الدوريات. شكرا على فعل هذا. أقل ما يمكنني فعله مجرد معرفتي أن المقاومة موجودة تعني أنه لدينا فرصة. يبدو أخيرا أن الموازين تنقلب لصالحنا. جدا ممتع صراحة. جربتهم كلهم. ناس صراحة شويتين اللي هو ثور عشان ما لعبت فيه إلا مرة واحدة واللي هو كمان كابتن أمريكا بس. لكن والله صراحة يعني من أيرون مان وكاميلا و تبقي إيم بياناتها تحت حراسة المشتبه. لم نتمكن من الحصول على دليل دامغ. بس دقيقة قبل ما أكمل أنا هولك في عندي نقطة من نقط المهارات. خلينا نشوف هنا قتال. خلينا نفتح المهارة دي أو خلينا نشوف دي. يا سلام هذه مرة حلوة.
آخر شوف العتاد يعني هولك، أنا زي ما أقول لكم زمان مرة ما لعبت فيه، شوف الأشياء الكثيرة اللي عنده. والله ما أدري الشيء اللي حاطونه كأنه أقوى. خلينا نشوف هنا كمان كيف عندنا شيء أقوى هنا. حلو يا ساتر، أنا متى جبت له الأشياء دي كلها؟ اوكي اكيد ان شاء الله بالسليم، بس خلينا نحط هنا اخر شيء. ياخذ نسوي كذا. خلاص حكي تمام. خشوه بدي اضيف له شيء. خلاص كذا احنا بالسليم، بس خلينا نشوف كأنه في عنده لبس جديد. خلينا نحط له اللبس ذا. ايوه فيك. ايوه ذا قصدي، أمو ذا، أيوه قصدي ذا. خلاص حكي تمام. والله صراحة الملابس حقت هذي اللي تحت مرة حلو، بدأت اللبس ذا يعني والله حتى لو ذا له مهمة جانبية لازم تسويها، صدقوني أسويها. بس لكن يتم اكتساب عبر تفكيك بعض الأنماط في آلة تخليق. صراحة ما أدري هذي شو تطلع، بس لكن إن شاء الله مصير اللي راح أجيبه. خلاص إن شاء الله حكي تمام. بس خلينا نشوف هنا في شيء. لا لا خلاص، كلام الانهيومنز واخشى ان ذلك غير كافٍ. احد حلفاء المقاومة في ورطة بالجوار ويحتاج الى مساعدته. بس يوم كده السلام كده كلهم قريبين من بعض. تاخذ المكلز بنحطمها. ايش عندنا؟ طب شو الشيء ذا؟ لا والله لازم نسوي كده. ساعدوني ايها الافندر. نسوي كده. منها كمان لو فاجر يموتوا. خلاص ساعدته كذا، نجح الأمر. قم بعملك يا ثيو، أنت بأمان للآن. والله يعني يطور الشيء ذا لما نحطمه، فأكيد ما راح تكون سهلة. حاجة هنا. كنت تبني إذن المقاومة في الخفاء طوال هذه الأعوام؟ ليس عمدا، ليس في البداية على الأقل. قبض على كثير منا بواسطة إيم في البداية، وحينما عرفنا أن هو في شيء لازم أعثر عليه هربنا وبدأنا في تشكيل خططنا الخاصة. شايفين في شيء قاعد يقرب منه، خلونا بالبداية تبع الشيء ذا. خلاص قريب منه. صح أنا متأكد شو، بس خلينا نشوف. فوق هنا؟ لا أنا بعد خلينا هنا. هنا قد قربنا منه. انتبه، اين تظنين انهم يحتفظون بالانهيومنز؟ تحتفظ بهم مختبرات الابحاث غالبا في وحدات حفظ معينه، يحبون ان يحتفظوا بهم في مكان قريب وهم يجرون الاختبارات. لا تسالوني عن السبب. والله كانه على فوق. بس لما ابغى انزل من هنا. لا والله من هنا. خلاص قربنا منه. يبدو أن هناك مخبأ شيلد قديماً بالقرب من موقعك. جارفيس، ألديك أي فكرة عما نتعامل معه هنا؟ بمجرد دخولنا سأتمكن من المسح كي أعرف أي تكنولوجيا هي المتاحة. المكان ده احنا شفنا زيه قبل كده. أعتقد أنه هو الشيء الأساسي لازم نسويه. شنو هو يقول لي عثر على يعني الموقع؟ ممكن هذا هو. الحمد لله. على شباب راح الصندوق ذا. اوكي والله ما ادري، ممكن المكان ذا اللي احنا يعني اللي احنا دحين فيه يعني ممكن بس عشان الصناديق دي تجمعها اكثر ولا اقل. انا عادي حتى لو بس صناديق تجمعها يعني كذا كذا احنا كسبانين عارفين. الصناديق هذه اكيد راح نستفيد منها. ما ادري خلينا نجي علينا نشوف في شيء. والله مره خلاص ما شايف اي شيء بالمكان ذا. اجل خلاص معناته لازم اروح للمكان ذا. شايفين؟ خلاص خلينا نطلع من هنا. شايفين كيف؟ خلاص بس الصناديق ذي. اجل خلاص الهدف الاساسي اللي هو المكان اللي محدد لي اياه. هنا اقدر
اطلع لفوق. يوه وصل مخرج من هنا. طبعا المكان هذا هو. شوف ايش عندنا هنا. ابحث عن صندوق به عتاد في الجوار. لنفعل هذا. شغلت ايم اجراءات الطوارئ. كنا جامد من الذين يديه. لا لا مقدر عليه. ما عليكم ان شاء الله. نروح اللي بعده. اكبرها كده. فيه. والله ما ظن جات فيه. اللي بعده اللي بعده. لك الصواريخ اللي طلقوها صراحة تسوي ضرب مرة كبير. كلهم لو ورقة دفعة جديدة كده كده. انتبه. روح يا أخ جات فيني. روح خش فيه. لا يبدو أن هذا المكان يستقبل الزوار. سأعطيهم تقييما سيئا. نشوف لازم الحين ندخل هنا. طب اعتقد هنا ستحتاجون لتعطيل النقطة الأمنية. لازم نحتاج كيف نطلق على دي. يا ساتر. لازم اطلع هنا كمان. لن يتم ذلك وفقا للخطة. نسوي كذا بابنهم كلهم قريبين. فمن المفترض ان تفتح ابواب المصعد. ايش عندنا؟ كسوة مطلوبة انا؟ يا اخي فين ذا؟ زي كذا. عمل جيد. سقط واحد وبقي اخر. نروح للثاني دحين. انتبه. خلاص سحبناه. نحن كل العدد نحطمه. يا سلام سوينا مطلوب. صار قتل ذولي. لا والله الحق راح فيها. صلح الامر لندخل. خلاص نقدر نعدي. المصعد ذا نشوف على فرح الديرة. اذا فقد كنت سجينا ايضا. لما قبضوا عليك وانت لست انهيومن؟ وفق كلام تارلتون أي أحد لديه قوة يشكل خطرا. لقد حرصوا على ألا أستخدم قوتي مجددا. عدلوا هيئة جسدي مما يعني أنه لو غيرت حجمي سأموت. أعتذر بشدة. ما الوجهة الآن؟ تشير السجلات إلى وجود مختبر مؤمن في نهاية هذا الممر. يوجد صندوق به عتاد في الجوار. هناك مخزن معدات إيم بالجوار. ربما يستحق أن نتفقده. نشوف شو عندنا هنا. راح الصندوق ده تقدر يجيب اللي فوق. خلوا ركز على المهمة نفسها. الله يا أخ لك تحتيه الحالة كمزح معاك أنا. عليكم الحذر جميعا. أين المختبر؟ هل من الأكيد أن هذا هو المكان الصحيح؟ اخترقت تقريبا شبكة إيم. إنهم يخفون شيئا. انتظروا وتعاملوا مع قوات إيم. أوه سنتعامل معهم لنا. يا ساتر. خلو خلو ركز على ذا. ودي طرف دي. أعمل بأقصى سرعة يسمح لها معالجي يا سيدي. ارحمه. كمان. سقط أحد عملائهم. دخل أنه ذا. سقط عميل آخر. يا
صدق ترى ما يصير ضرر. الله يا اخي يا شيخ، خذ البلاك هذول اللي معاه خساره والله. صدق الضربات كلها صدق الضربات مره كبير. بقى اخر واحد ايوه الحين خلاص بدا يصير ضرر. يا سلام يا ترحمه رخ بالفجر برفكت كده. يا سلام والله صدر كبير. خلاص جرب كده اطلق عليه بعيد تكون افضل. صار ما بقى الا هو راح اقرب. اوه بعدين هي هي فجر يدويا إزالة بعض عينات الأبحاث من نوع ما من تجاربهم. وهناك سفينة نقل آلية تستعد للانطلاق. لا نحن قاربون للغاية، يجب الوصول إلى مركبة الشحن قبل مغادرتها. جار تحديث شاشة عرض البيانات. شو الحين بس بروح من هنا صلح تجلي هيلث. خلاص خلاص إن شاء الله مدانة. أنا أخترق نظام الأمن لديهم الآن، انتظروا. كيف سنردع ذاك شيء من الانطلاق؟ لا أعلم لو يمكننا ذلك، لكن يمكنني أن أجرب تحويل المركبة عن وجهتها الأساسية. أوشك وقتنا على النفاذ، لكن يرجى المحاولة. يبدو أننا وصلنا في الوقت المناسب. أريد وصولاً إلى أحد نقاط الوصول هذه. سأحتاج للتحكم في الثلاثة كلها كي أخترق أنظمة الملاحة لديها. طيب تأهبوا. ستحاول إيم استرجاع السيطرة على نقاط الدخول. قد يلفوا ذولي؟ لازم قبله معرفين؟ وخر وخر وخر. خسرنا نقطة دخول. نريد استرجاع السيطرة عليها. كيف كده؟ أنا خلاص بروح لهنا. كلاس مكتور قال لي هنا. استرجعت إحدى وحدات إيم السيطرة على نقطة دخول. والله الصراحة ماني متأكد إيش مطلوب مني الآن. كلاس موقف هنا. لا والله لازم أوقف هنا. والله ما راح يكون شيء سهل. أطلق عليهم كذا. صدر كبير. والله ما ادري لازم قديش اوقف هنا. عندهم مره قاعد يمشي على مهله. خلنا نروح اروح اللي هنا دي. اعتقد لازم اقتل اللي عندها. شكل اللي فوق دي الساتر والله بعيده. خلصنا انتقلوا الى الجانب. خسرنا نقطة دخول. نريد استرجاع السيطرة كلها. طيب ربع ما راح يكون شيء سهل. ننزل هنا. استرجعت ايم نقطة دخول. يرجى التعامل مع ذلك. خلنا نوقف هنا شوية يوم نسترجعها. اعتقد خلاص بما اني استرجعتها كذا هي راح تزيد. راح نسوي ده اللي هنا. شايفين كيه؟ اوكي عرفت النظام الحين كيه. خلاص بما اني وقفت هنا وصار لونها ازرق. استرجعت احدى وحدات ايم السيطرة على نقطة دخول. خلاص كنسر بالسليم. لو كانت الثلاثة كلها يعني خلاص يعني استرجعناها عارفين يعني كلها يعني بكل نتحكم فيها. اعتقد العداد ده يزيد بسرعة. خلنا نروح اللي فوق دي بسرعة. سريع. نوقف هنا شوية. خلاص قربنا ما بقى كثير. نروح للتحدي. خسرنا نقطة دخول. نريد استرجاع السيطرة عليها. استرجع إيم نقطة دخول. يرجى التعامل مع ذلك. خلاص أصلا 80% كثير. خلو خلو طلع اللي فوق دي. خلاص قربنا
داخله 100%. ان شاء الله مش راح يجي هنا. يا سلام، الحمد لله. جارفس، اخبرني انك تمكنت من الامر. اجل سيدي، وتبقى لدينا 4 أجزاء من الثانية. من المفترض أن تصل مركبة النقل إلى أنت هيل بغضون ساعة. ينبغي التراجع. علينا التجمع مجددا لنكتشف ما سنفعله بعد ذلك. الحمد لله. كتبنا مهمة. لم تسر الخطة كما ينبغي. حصلنا على بعض عينات البحث المهمة، لكن إن أقوى مما توقعت. خلنا نحط تبع بالقصة. علينا إيقافهم. طيب شباب، نروح للحلقة هنا. الله يعطيكم العافية على المشاهدة. إن شاء الله راح نكمل الحلقة القادمة. كذا وصلنا نهاية حلقتنا دي. أتمنى الحلقة تنال إعجابكم، وإذا نالت إعجابكم لا تحرمون من دعمكم. اضغطكم على زر لايك وسبسكرايب، بإذن الله الحلقات هذه حقعد أنزلها بشكل يومي لما نختم اللعبة الجميلة دي. فبإذن الله أشوفكم على خير. مع السلامة.